كيف ترى دون ارتداء نظارة؟ يقال إن البصر هو الحاسة الأكثر تأثيراً في الإنسان، فالكلمات والقصص والأصوات تتيح لنا تخيل حيوانات غريبة وعوالم بعيدة، لكن رؤية هذه الأشياء هي التي تجعلنا نصدق وجودها بحق. لذلك فإننا نبذل جهداً كبيراً لتصحيح قدرة أعيننا على الإبصار حين لا تعمل بكفاءة، سواء بارتداء نظارة طبية أو بوضع عدسات لاصقة أو بإجراء جراحة. لكن في الحالات الطارئة إذا تشوشت رؤيتك أو نسيت نظارتك، ثمة حيلة بسيطة ستمكنك من الرؤية بوضوح. ما عليك سوى صنع دائرة بالغة الصغر بأصابعك والنظر من خلالها، وسترى الأشياء واضحة مرة أخرى. تنجح هذه الحيلة بصرف النظر عن مدى تشوش رؤيتك. هيا اخلع نظارتك وجربها. رائعة أليس كذلك؟ لكن لشرح هذه الحيلة السحرية نحتاج فقط إلى تذكر كيف تحدث عملية الإبصار. ينتقل الضوء من مصدره إلى الخارج وينعكس على سطح الأجسام في مساره، ثم يمر داخل العين ويصل إلى الشبكية حيث تتكون الصورة. إن لم تكن العين بها عدسة، لاصطدم الضوء المنبعث من مصدر واحد بشبكية العين في نقاط كثيرة، وتسبب في رؤية ضبابية تماماً، وهو بالضبط ما يحدث عند إزالة عدسة الكاميرا. فالعدسة تركز هذا الضوء المتناثر في نقطة واحدة وتجمعه في صورة واضحة في شبكية العين. وبعد إثارة الأعصاب الحساسة للضوء قليلاً وقيام المخ بعملية الترجمة، تحدث الرؤية. لكن مهلاً، عندما ننظر إلى جسم ما، عادة ما تكون كل من الخلفية والمقدمة ضبابيتين، ذلك لأن العدسة لا يمكنها سوى تركيز الضوء المنبعث من على مسافة بعينها. فإذا كان الجسم شديد القرب أو شديد البعد، فإن الضوء المنبعث منه سوف يتناثر مرة أخرى على الشبكية مخلفاً رؤية ضبابية. لكن من حسن الحظ تسمح لنا عضلات العين بالتأقلم مع المسافات المختلفة من خلال تضييق العدسة، مما يغير بعدها البؤري، ومن ثم يمكننا الرؤية من مسافات مختلفة، إلا إذا لم نكن نستطيع الرؤية أو كانت عدسة العين تالفة، وفي هذه الحالة نكون بحاجة إلى نظارة. على النقيض من العدسة، يستطيع أي ثقب صغير أو أي فتحة ضيقة أخرى تركيز الضوء المنبعث من أي مسافة، فنظراً لأنها فتحة صغيرة للغاية، لا تسمح للضوء سوى بالمرور من موضع واحد ومن ثم في اتجاه واحد من أي مصدر بعينه، وبالتالي لا يظهر التشوش ويكون كل شيء واضحاً. إذا كنت على دراية بالتصوير الفوتوغرافي، فإن هذا هو سبب وضوح الصورة أكثر كلما كانت فتحة العدسة أصغر. وبالطبع يترتب على الفتحات الدقيقة كالثقوب وفتحات عدسات الكاميرا صورا واضحة من خلال حجب الضوء بدلا من تركيزه، وبالتالي تكون الصور أكثر عتمة إلى حد كبير. ولذا فإننا نستخدم العدسات وليس الفتحات الدقيقة في النظارات والتلسكوبات والعيون. ومع ذلك إذا اقتضت الضرورة، فإن النظر عبر فتحة صغيرة تصنعها بأصابعك سيساعدك على الرؤية. والآن هل عرفت السبب؟